بابا، هي الحمير بتتجوز؟ يا حبيبتي ما بيتجوزش غير الحمير. طب ممكن تحكي لي حدوتة؟ بص يا حبيبتي، انا بقرا الجورنال، ممكن احكي لك الحدوتة وانا بقرا الجورنال. بلطجيان يضربان شاب على أمة رأسي. ان شاء الله يجي لهم ضربة في ايديهم البلطجية دول، ويضربوا امه ليه؟ هي عملت لهم ايه؟ انا عايزه اقول لك ان وزاره الشباب والرياضه عملت احصائيه اطلعت فيها ان نسبه التعدي بالضرب على امهات الشباب وصلت 100%. امهات الشباب؟ امهات الشباب دي بقى غير فراخ الامهات، امه راسه يعني على راسه من ورا يعني. وامه راسه به دي حبيبتي هي الموعظه اللي هتطلعي منها من الحدوته. دلوقتي حماده امبارح ضرب ميدو على ام راسه والفصل كله سقف. وميدو قعد ساكت. انا لو مكان ميدو ده ما كنت سبت حقي، كنت اخد حقي لو على جثتي. ما انا ضربت شريهان ونيلي امبارح. وضربت شريهان ونيلي ليه؟ ما عرفتيش تحل الفوازير؟ ما هم ضربوني. ما هو لكل فعل رد فعل مساوي له في السرعه وموازي له في الانفعال. حاجه تعرف، حاجه تعرف، الشوارع مليانه بلطجيه وصيع ولاد الادم ومعاكسات. ايه يا سناء مالك، في ايه؟ مفيش حاجه، وانا جايه من عند اول الشارع وماشيه في امانه الله ومروحه بيتي، الواد ليمونه وفراوله وحرنكش ومشمش عكسوني وضايقوني. قالوا لي ايه العيال دي؟ قالوا لي قالوا لك ايه؟ قالوا لي تعالي احكي لي في ايه. قالوا لك ايه؟ قولي. يا غرابي. ان شاء الله يا رب يجي له نقطه في لسانه البعيد. البعيد؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا يعني عشان عامل فيها مؤدب في الحته وما اتخانقتش بقالي فتره يا عكس اختي؟ لا لا لا، اهدى يا عادل، اهدى يا ابني واقصر الشر عشان خاطري. ده انا هطول الشر وهروح اجيبه من قفاه الواد ده. اسمه ايه الواد ده؟ الواد اسمه مشمش. مشمش؟ مشمش وعامل لي راجل، بيقعدوا فين؟ بيقعدوا ساعات على النصر وساعات في صاله البلياردو وساعات في غزل الواد ابو الروس. ماشي. انت عرفت من ايه؟ انا؟ ما ساعات لما ببقى جاي من المدرسه كده براقبهم، قصدي بشوفهم قاعدين في كذا حته. انا هتصرف معاهم. اسمه ايه؟ مشمش. مشمش وعامل لي فيها راجل وبيعاكس اختي. يا نهار اسوح، انا بقى هخليه مربي مشمش. عادل عادل عادل، ما تعورش الولد يا عادل، عايزك تسيطر على انفعالاتك وغرايزك يا حبيبي. انا مش هسيطر على اي انفعالات، وانا يا هم العيال دي نسيوا الايام ما كنت فورمه، انا هفرجهم. اسمه ايه؟ مشمش. مشمش عاجبك كده؟ هم اللي حكشوني يا ماما. اسكتي. بقولك ايه يا كبير، هو الواد اللي هناك ده هو مشمش. هو ده مشمش؟ اه. ده انا اخليه برقوق ومن غير بذر كمان. طب بقولك ايه يا كبير، ما تخليه بطيخه عشان يبقى على السكين. انا هفرجك دلوقتي على محل الفكهان اللي هيفتح. انت مشمش؟ اه انا مشمش. اي خدمه؟ طب وزن لنا 2 كيلو. ويكون من غير بذر عشان ما يتقلناش الميزان. ايه ايه ده؟ ده مشمش محقون هرمونات ولا ايه؟ دول ما بلاش نشتري من هنا خالص يعني. بلاش حاجه خالص. يا سلام عليكم. تعالى يا خفيف منك. لو عايزين كام كيلو سكر قلتولي؟ حضرتك بص، مبدئيا احنا اسفين. اسفين؟ لا، انتوا تتضربوا الاول وبعد كده تتأسفوا. بص حضرتك، احنا ما عندناش مانع ان احنا نضرب، بس اهم حاجه ما تزعلش. اهم حاجه حضرتك ما تزعلش يعني. بتتريق على مشمش ماجنس وقاعد مع ترابيس وبنش. حضرتك احنا ما قلتلناش على الاسامي دي خالص حضرتك. يا مين دي؟ واحده ما نعرفهاش خالص حضرتك. بص انا هديك العنوان بتاعها وانت تصرف براحتك. روح انت بقى هناك كده، تعالى لي انت يا حلو. ليه؟ هبتدي بيك انت الاول. لا انا مين اللي قال؟ هبتدي بيك انت الاول بس اسمع. يا دول الحقل يا دوله. حضرتك هو ده السبب حضرتك، هو ده السبب حضرتك، لان هو قال لي ان انتوا عكستوا اختي وانا قلت له انت مالك، دول ناس محترمين مش استحاله يعكسوا حد ولا حاجه، وهو قال لي لا انت مش راجل ولا ايه؟ تعمل لي فيها راجل يا حضرتك. ده منظر راجل؟ ده انت هتتشقلب. ابوس ايدك، ابوس ايدك. بص انا خدامك يا باشا، انا من ايدك دي اللي ايدك دي هو اللي كان بيجوعني وعايز يقطع عيشي يا فندم، والله هو اللي قال لي تعالى. لا 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 حضرتك، اقطع عيشي بعد اذنك، بعد اذنك حضرتك. حضرتك يعني انا ما قطعتش عيشي ولا حاجه، ده انا بالعكس زودته الشهر اللي فات 5 جنيه حضرتك. كداب كداب. لا 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 لا، اسكت. انتوا الاثنين هتروحوا على المخزن تتشقلطوا وبعد كده نخلص على بعض. هنروح المخزن نشقلط. يلا بلاش المخزن، بلاش المخزن، بلاش المخزن. شقلط. معلش بس حضرتك. استنى استنى استنى. سلاموا على
بتيتي تاخد مين على المخزن يا تاخدنا على المخزن ده انا ممكن اخدك بقى عندنا في البازار احنطك وبيعك مع التماثيل ايوه وممكن اكسرك زي التماثيل وبعدين اقوم لحمك وبعدين اقوم رميك في المخزن تاني واحنا مرناش رجاله ولا ايه فيها رمز فيها جدعان بقى معلم تيتي اذا كانوا بقى هم مفكرين نفسهم فاكهه فاحنا قفاص قفاص ايه اللي بتحط فيها الفاكهه يا دول كده غلط عزلت يا معلم تيتي وانا مش هسيب العيال دي النهارده روق يا ماشي مش انت طرحت امتى في ايه العرجوزات دي بتتمانس عليا يا معلم تيتي وانا مش هسيبهم وبتمانس على الرجاله بتاعتي بس يا معلم تيتي لحضرتك في سبب يعني يا معلم تيتي ان الفروت صلات ده حضرتك يعني عارف عاكس اختي الكلام ده حصل يا ماشي مش ما انا بعكس كل يوم 30 و40 واحده يا معلم تيتي بعدين هو مش هيتبلى عليك يعني يا ماشي مش لازم تعتذر له ولا غلط خلاص يا معلم تيتي عشان خاطرك انت اعتذر له حقك عليا يا كابتن ادي راسك يا بوس شكرين قوي انا مش قابل اعتذارك وهتتضرب يعني هتتضرب بس يا حيوان بس يا حيوان يا دول علشان يتعلموا الادب بقى وبعدين انا اللي هضربهم وكل واحد على حسب نوعه لا يعني انا مش هسيب العيال دي النهارده يا معلم تيتي انا اتكلمت انا اتكلمت وحس ربما بقى الاعتذار مرفوض يبقى كلكم مع بعضيك واستفلوا مع بعض وهات لنا شاي معلم وائل هتراهن على مين ثانية واحدة قبل الرهانات وقبل أي حاجة حضرتك يعني ما ينفعش موضوع إنك أنت تضربنا ده يعني عيب إحنا ممكن نتخانق معاك وممكن نضربك ونبهدلك وكل حاجة بس إحنا مش جاهزين دلوقتي أنا كان طول الليل حضرتك كان عندي جرد في المخزن مش كده يا رمزي ليه هيموت النهاردة هنعمل إيه هنعمل إيه بعد إذنك سيب لنا بس أسبوعين يا معلم مش يعني سيب لنا أسبوعين نتدرب فيهم حضرتك ونجيلك ويبقى نفس الوقت في نفس المكان بعد اسبوعين ان شاء الله ويكون المعلم مش استقى وطلب الاكل خلاص عرفت ما تيجي نجري احسن دول لا نجري ايه ما فيش وقت للجهد احنا اتفقنا معاهم بعد اسبوعين الاسبوعين دول بقى هنعمل فيهم ايه هنتدرب في الجيم يلا شيل الوزن اخرع كفايه يا كابتن مش قادر محدش يقول لي كفايه انت زي ابو خرع من 40 سنه معرفش يشيل الوزن ده جبت اخري يا كابتن قوم اتفضل جبت اخري روح العب على البتاع اللي هناك ديت محدش يقول لي جبت اخري الحق دولا ده ماسك كرباج يا عم يعني احنا بدل ما كنا نتضرب في الخناقه هنيجي نتدرب هنتضرب في التدريب يلا بينا محدش يتحرك في الهنا دخول الحمام زي دخول وخروجه ايوه حضرتك احنا هنبقى هنتكل على الله بقى يعني احنا كنا جايين نتدرب يعني حضرتك محدش يقول هنتدرب هنا إيه للي حدد طيب يا كابتن معصعص يعني احنا هنتدرب امتى معصعص مدلعنا ما يقصدش حضرتك ما يقصدش ان هو يدلع حضرتك دي زلفة لسان هو يقصد يعني يسألك احنا هنتدرب امتى بقى انا اللي حدد محدش يحدد حضر انا كابتن عصوصة حايز على الاولمبياد كلها في العظمة الذهبية في اولمبياد بانا محدش يقول امتى حاضر مش هنقول لك امتى طب امتى طيب يا ابني كده امتى مش هقول احسن انترفيو وبعدين تملوا الابلكاشه حضرتك تقصد الابلكيشن يا دولا ابلكيشن ايه هي اسمها الابلكاشه عشان تبقى زي الدولاب كده زيهم يا عم انت كويس هلا انت كويس هلا ويجي منك هلا طب حضرتك يعني يا كابتن انا كويس ويجي مني ولا ايه كتر الكلام معاك كتير مش هجيب نتيجة هلا حضرتك يعني انا هيجي مني ولا ايه دي صورة حضرتك وانت من غير الكرباج طيب حضرتك بالنسبة لنا يعني هنعمل ايه المطلوب مننا عشان التدريب حضرتك انا قبل كده اتدربت يعني كنت بتدرب جمباز قعدت لعبت جمباز فترة طويلة يعني لعبت يومين مثلا بس مرة وانا بنط من على الحصان على المرتبة ما لقيتش المرتبة فوقعت اصبت حضرتك وانت هلا انا اللي شلت المرتبة من تحتي حضرتك ايوه دول كنت عايز انام يا عم بقى السؤال الثاني يا هلا وخد بالك من السؤال الثاني عشان تحويس حاضر حاضر ما هي دوافع التدريب
حضرتك انا في عيال عكس اختي يعني حضرتك، وبعدين اتفقت معاهم ان هيبقى في خناقه بعد اسبوعين، فكان لازم ان انا اتدرب حضرتك يعني الاسبوعين دول حضرتك يعني. ده اسئله بس بيها. حضرتك انا خطتي عباره عن ايه بقى؟ انا هخلي الخصم يقعد يضرب فيا يضرب فيا لغايه ما يتعب، وبعد كده اقوم انا داخل منوله 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 جايبه على الارض. محدش يحدد الخطة دي استراتيجيتي انا، محدش يحدد. العب ده حاوي يا دولة ده حاوي. استنى 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 هيطلع نار من بقه، اصبروا. اتقال اتقف عقالة. انا توافع تتريبي ان انا اتشغل عنده يعني، وهو هيطردني لو ما دخلتش مع الخناقة دي يعني حضرتك. توافع لا بأس بيها، توافع لا بأس بيها. ربنا يخليك يا كابتن معصعص. السؤال التالي وهو صعب قوي، وهو خارج الأسئلة اللي أنا كنت حاططها في الأبلكاشة. مين اللي كان بيلاقي أختك يالا؟ حضرتك مش ماجنس ولمونة حرنكش. يالا كشكش فسفس ولمونة مصمص. يالا فسفس حس حس ولمونة حرنكش.